الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فالإيمان الحقيقي ليس كلاما، إنما هو سلوك. وثمرة الإيمان الحقيقية هي الأخلاق. فلا إيمان لمن لا أمان له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات يقسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفي الإيمان. عمن؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي لا يأمن جاره من شره، أي الذي يأتي منه الأذى إلى جاره. وذكرت امرأة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها صوامة قوامة، إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. فالإيمان الحقيقي قائم على الأخلاق، على القيم، على السلوك القويم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف المسلم لم يقل المسلم، لم يعرفه بكثرة الصيام ولا بكثرة الزكاة ولا بكثرة الحج، وإنما قال: المسلم الحقيقي من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم من سلم الناس، كل الناس، من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فالذي يأتي منه الهدم والأذى للناس والتحريض على سفك الدماء وعلى التخريب لا إيمان له. إذا أردت أن تختبر إيمانك الحقيقي، فالإيمان لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، تؤذي جيرانها هي في النار. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمان له. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ لو كان مؤمنا حقا ما زنى، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولو كان مؤمنا حقا ما سرق. وقيل له: يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا،
حتى أن بعض العلماء قال الإيمان إيمانك الحقيقي أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، لأنك تؤمن بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. نحن أمة الأخلاق، ولكن للأسف الشديد كثير منا يشتكي من تدهور القيم الأخلاقية، فأين الحل؟ الحل أن يبدأ كل منا بنفسه، الحل ألا تشتكي الآخرين بعيب فيك، الحل أن تبدأ بنفسك أولا، ولا يكن أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يقول الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ويقول الآخر: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. الأمم كما تبنى على العلم وعلى الاقتصاد وعلى العمل وعلى الانتاج، لا يمكن ان تبنى امم بلا اخلاق او ان تستمر حضاره بلا قيم، لا يمكن. عبر التاريخ كل الامم التي انهارت اخلاقيا سقطت كامم او كدول، لانه اذا كانت اذا عمت الخيانه والكذب والنفاق وخلف الوعد وحدث زلزال اجتماعي في القيم، لا يمكن لأمة أن تنهض بلا قيم. بل إن العلماء يؤكدون إن الأمم والدول التي لا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها، ويصبح مجتمعها مجتمعا ضائعا مفتتا، إضافة إلى تعريض الإنسان نفسه لسخط الله عليه. ولذا عندما لخص النبي صلى الله عليه وسلم هدف الرسالة قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لم يقل بعثت لأعلم الناس الصلاة أو الصيام أو الحج مع أهمية هذه العبادات، وإنما قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ لم يقل الصلاة، لم يقل الزكاة، لم يقل الحج مع أهمية ذلك كله، ما أكثر شيء يدخل به المرء الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ أحاسنكم أخلاقا. أحسن الناس خلقا هو أحب الناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أختم به؟ هل من الأخلاق والقيم الكذب؟ بعض الناس يقول: أنا لا أكذب، ولكنه يفتري ويبث الشائعات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أن تنقل كل ما تسمع دون أن تتحقق على صفحات التواصل، تشير كما يقولون بلغة الحاسوب، تشير أو تنقل أو تشارك دون أن تفهم أو دون أن تتحقق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس ذو الوجهين. من هو ذو الوجهين يا رسول الله؟ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ونقول: المؤمن له وجه واحد وله صفحة واحدة باسمه على مواقع التواصل، والفاسق والمنافق له صفحتان أو ألف صفحة. صفحة أمام الناس
ليظهر بها ملاكا وإنسانا سويا، وصفحات وهمية على مواقع التواصل يتطاول بها على خلق الله ويدعو إلى هدم العامر. الجبان له صفحتان، صفحة حقيقية وصفحة وهمية. أما الإنسان الذي السوي صاحب الخلق الرفيع ليس عنده ما يختفي خلفه، أو فإن كنت ظاهرك كباطنك في القول وفي العمل وعلى مواقع التواصل وعلى الفيسبوك وعلى كل شيء، فاطمئن أنك على طريق الرشاد، فليس عندك ما تخفيه ولا ما تخفى منه. أما أصحاب الصفحات الوهمية المشبوهة القائمة على أذى الناس وسب الناس والفتنة والتحريض، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال، وأن لا يكون أحد منا من ذي الوجهين، وأن لا يجعل فينا أحدا من المنافقين، وأن يهدينا إلى سواء الصراط. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، إنه لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.